تقوم بالملاكات الهندسية والفنية لشركة العراق العامة لمشاريع ري إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية بتنفيذ مشروع استصلاح أراضي الحسينية المرحلة الأولى في محافظة كربلاء ضمن أعمال عقد 10 لسنة 2014 وبإشراف الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، وتبلغ مساحة المشروع ب 10,000 دونم، تتضمن فقرات العمل بتنفيذ أعمال قنوات موزعة بطول 10,000 متر ومنفذ منها حاليا 8,500، ومن ضمنها قنوات موزعة بصورة أنابيب دكتايل بطول 1020 متر. كذلك يتضمن العمل بتنفيذ قنوات مغذية بصورة أنابيب بي في سي مختلفة الأقطار بطول إجمالي كلي 38 ألف متر، منفذ منها 26 مغذي وبطول إجمالي 20 ألف متر. كذلك أعمال نواظم صدور وأحواض ترسيب بعدد 45 وقناطر تقاطعات الطرق الرئيسية مع القنوات الموزعة بعدد 4. كذلك يتضمن العمل أعمال تكسية حجرية بمساحة 16 ألف متر مربع منفذ منها حاليا 8,000 متر مربع، وتبلغ نسبة الإنجاز الكلي 64%. نهاية المشروع 26/10/2020، المهندس حسين داش عبد عن شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري.